بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، معتو بكيو تو بكويتي السره، يما أريد أن أعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، أو ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. إياها اعتكافه تقحتكي. الحمد لله، كان هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أكمل هدي وأيسره. يلي فرموته اعتكافا يسيهن هدي يسيهن اعتكافا يعدم حينكتنه نبي عليه الصلاة والسلام إن وعقتنا اعتكافا نهر ستة بنت رمضان كا عشر الأول نهر ستة بنت به، ثم اعتكف في الأوسط قدت بنت كاد اعتكافها به. كل ذلك كان التماسا لليلة القدر، ليلة القدر قرن تقت النبي عليه الصلاة والسلام أبك ينمي، ثم تبين له توه قمد الكهبة دع انتمي ليلة القدر الدين مع عشر الأواخر كن رمضان كاه كاي ربي بدع سيه توه قمد له. كان اعتكافه على عشر الأواخر معناها رب ينفنها اعتكافا إلا حبت بنا تبق سجي حتى لحق بربه عز وجل إش ربي تنقره وينفنه رب ينفنها يتوه قمد له. وعقتينا باعتكاف عشر أواخر تحبه ما بيننا كنهاي، فقضاه في شوال فتري السكاع نهر سيتا بنت عرف عيديك لكلا نهر سي تبنتا نهر سيتا بنايرتو فتر السكا شوال لعستان السكا نهر سيتا بنايرتو أبيه مسلم كي بخاري متحديثي توعدي ونهن ما يكادوا وادر به أن سنة لا نبي عليه الصلاة والسلام اعتكافا لبات النبر بي نعم نا وجدت بناك لا إلا حبت بن فنها لبات النبر بي. وحديث بخاري ميته علماء لماذا ينتهكها بمحاي دوما نهار سيت بنا تبا وجدت بنا تبا إلا حبت بنا تبا 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 نبخش جميا ادر به أن سنة عليه الصلاة والسلام لبات النبر بكيتو محايينيه علماء من قصب بيتي أبتيه دقوم تكاكي أبكي ينمي توهكاكي نمي يدقي أسنة تكود رمضان الدنيا لسيقى ويواه يسير أبتي أنقرو وميسك يبليه، فأراد أن يستكثر من أعمال الخير يسي أمة تهبد عيسو يسير أبت معنتام منقوك ينقاروه معاني السمق فرئيسه، ثم ليبين لأمته الاجتهاد في العمل يسو أمتها يلت اللي ينقرو ينهن انتام لا كل سباهانا قحلبهانا فدين تنكم برسو أكاها بمتوه هيينيه ونهن ما يكادوكو أكي سببها جبريل عليه السلام دمير رمضاني تي إن كدكا قحيسا كان قرآن أي ودرب واهي رمضان لا نمد قرآن نمد قال له جبريل يختمي من سبتها وكاك جبريل ابتحت ننقارو سبتها يحيه إلا باتني برنكي اعتكافها قحق حقوه إيينيه وهو كنكي كل سهل في تهيان سببي علماء ورساتة نكييني مي أما سنة الدرب واهن أما يا نهر سي سنة رمضان كا عمو سفرت كا قدهت نهي سفرت يني مي سبتها وو أرحيه مكلا وو وقتي حربي قربوي سفر آي الديني مي سبتها عبادة أدي أبي واي تك يا بدلين إنه وعد الله يتم بس الله يتم يثبتها ونلا لباتني بر أبي هي نه توه حطوه كل حديث تمي حديث ابن حبان صحيح ككيان حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان أبكينه، فسافر عاما فلم يعتكف إن كنها سنة اختينا سفرت راعي من سبت اعتكاف ما بالناي، فلما كان العام المقبل نمهي السنتي وهو أكبر سجيني اعتكف 20 لبات النير أبيه يعني طهمو فتح الباري لي شرح لي تمنى هي علماي. وكان صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي اعتكافها بايا وقحايا وعدي معتو بكيو عريبا رحل تحت نهتا معناها قروف عري عينة لينهن دبع بركها بكين مسجد الدلاي، فيمكث فيه طوء رحتا دفياه يخلو فيه عن الناس هذك يدي دبوتك ينه، ويقبل على ربه تبارك وتعالى حتى تتم له الخلوة بصورة واقعية
ويلا اللي دبوا ما نعنا كهبي حتى كده ها الد اللي تسينا ما كيني سينما اللي كلامته تحت نرحى بس كده ده تد بحشي لك يعني هي يعني تكلي اعتكاف بانا هنا وعدي اعتكاف اللي بانا مسجدي اعتكاف كابانا يلا اللي دبوا انا كده اعتكاف مقصدك كتوه كني مسبته توه روحك كني مسبتها الجمالية مري اعتكافها جحانا لكن اعتكافها زياراي وقدري ولا لاي واني تنة تنمي أبانا هاي تو اعتكاف كي اللي فرموتي أبا كيني هن اعتكافا اتكاسي سينيه هنت علماي مسجد الدفي أنا معتكاف هاي مسجد كي نبي عليه الصلاة والسلام أدل دفي كودرين كنا هاو عكمنا إلا لقضاء الحاجة ضرورية يا أدل أكس إني تنحاق دي كويتكي. قالت عائشة رضي الله عنها انتمي وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا نبي عليه الصلاة والسلام اعتكافه ينهي وعدي بوضح لك منع إلا حاجتك كويتك بنا زنتي حاجة حاجة لإنسان بنا زنت وكا كيري مره أقرهن كات تنهي تنقره بنا زنتي جيه نقره يانا نما داحوه إنه تنمي تن لا يلي فرموت عليه الصلاة والسلام اعتكافه واقي غير وكينكيه كان يحافظ على نظافته نظافتك سيتنا ندح رسكين فكان يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة فتغسل له رأسه صلى الله عليه وسلم وتسرحه نبيه نبي مويته تكداختا كي عاها مويكه كالعسة هكتنه كي بريناي مويكه دو فلكا هكتنه كان إسي ربتي أنقوريه وعدي على أحسن الهيئة وأحسن الرائحة مع أن لا سيتنان اللي سراي كي دقرى سيتني معسر لك أنقوري إنها تنها بكينيه انتهي كاد عائشة رضي الله عنها بتراغتو انتمي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي يصغي إلي رأسها يميل أم عكزك ينيوفن هاي وهو مجاور في المسجد مجاورتي أنك اعتكافي أنا ما إنك معنى له هو قدري أسوق مسجد الاعتكاف هنا وعد مو يوفن يعوكيني كاك العيسى كيني كافي لكيني فأرجله أنا حائض من قلي عبلت أنكو هو قدره كافي لكن كهك العيسى كنين بمعنى يو عبادك والسماء ويتوبك ويتدقي وتككي بردقي وتككي إني بردقي وتككي أو إن بردقي وتككي عد ومر العي ومر عبادة لا بهتم ليه أنا يعني مسامر مرح الدلوي فأغسله ميكه كالعيسى كنين وترجيل الشعر وتسريحه كاد ميكه كافي لكن سيتنوش كنين اعتكافه يعني هو وعدي معتوبك ومسلمين الاعتماع سيتناني سروا معاني كعلان ماي وكادو كلانم فدين تحت نيتن دغورتين كلانا ماي تزين بلا علماني بلا تنيمكي مويه فلان انتك كالعسان انتككي معسرت غحان انتككي ما هاي لان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي هدي تنمي اذا كان معتكفا معتكفه وعدي سروي معي مد غحان انك تنه تنمي كلا كادو اعتكافه يعني وعدي النبي هدي كمعته بكو يسوكتمي ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ربينو مه جنازة تنقلوك منا بيا كتن انقفق منا لأن يلا اللي دبو به هم رعتيه المسلمين رعا حاقد كنمي السبت هاي توهبك ينمي أكهبك ينمي من أجل التركيز الكل لمناجاة الله تعالى يلي هنقار وكاك يمعق داي وتحقيق الحكمة من الاعتكاف اعتكاف الأكه يلي مشروعية الاعتكاف كه به جيت انتقدته الانقطاع عن الناس والإقبال على الله تعالى سهدك يا جرعينك يلا تا فوحك فوحك حانه انتهى جيت انتقدها تمها بكينه نبي عليه الصلاة والسلام اعتكاف يعني وعدي يسيبوا هنا انتو دقق منا كادوا مباشرة بخمنا ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة لما لابد منه رأس نهتني مسجد اللي بحوى يتكلمه مسجد كوعك منا اعتكاف لبات النار وقحونه طب نار وقحونه قحانه هنا وعدي وقدي سن بره هنا انتتي ما انقارا وانكادو انقارا وانهنا وعدي ولا الكيوانيك دينتك ما حسيهن يا جماعة فيدو ما انقلانا هي انا ماي تهو يلي فرموتي هديك تنه اما زيارة برا بعلا تبتكي بدي ابتا بكي بدلك اقرعي امري اعتكاف قحنو كتاتانا كا زيارة نما دودانا تهمو يلي فرموتي السنة كادوي وسوق اعتكاف يعني وعدي كاي بودهين انتكا غفختني ايروك تينا كاي بودهين انتكي صفيه بنت حيه يلي كا غفته دني كلي قال له لك صوتي ولالتي دني كلي برق سوقتي وعلى قدري بوده ربتم فد وعدي اسي تتلو غوتي تتغ حسمي دبعتي معتو بكوي دقلي هن حديثي صحيح كان لي تو دبعتي من سبتها زياره وسملي
وزيارانا ماي لكن عبادي وكا دوبوي نسادا كاي ديرين مسجد كاي بريني يكا وقت بي سهتن زياريا وقت دي منغم بيهيني اكو ايتما فدينتا حكينكا يلا حسانا يلا تفوحك فوحا غحانا اعتكافا غحانا من لحبوت تبنتا برسلوك اعتكافا غحانا ما طلبا لليلة القدر ليلة القدر قران كني مسبتها يلي نيوفقي معتو بقويسك احنا هيني منه.